هذا المنظر خلفي إذا بنقدر نشوف بالكاميرا للحمم يعني تبدو كهضبات ينبعث منها الدخان هذا نهارا، أما في ساعات الليل مثل هلأ ستصبح كجمرات تنطوي وتتدحرج ببطء نحو المحيط الأطلسي. وفقاً لأحدث بيانات كوبرنسي بأن الحمم البركانية التي يخرجها هذا البركان من خلفي قد غطت بالفعل 680 هكتاراً بزيادة 24 هكتار عن آخر إحصاء في الوقت نفسه أثرت الحمم البركانية على 1634 مبنى، تم تدمير 1548 منها بشكل كامل، وأثر الثوران البركاني في جزيرة لبالما على 53 كيلومتراً من الطرق وتم تدمير 50 كيلومتراً منها بالكامل. يعني الوضع مأساوي، واليوم التقيت ضابط أو كابتن مسؤول عن الإطفاء في هذه المنطقة. قال يعني هل هناك بصيص أمل بأن ينتهي هذا البركان؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بصيص أمل.